انكمش الاقتصاد الياباني في عام 2020 بنسبة 4.8% بسبب تفشي كوفيد-19، سجل أكبر ثالث اقتصاد في العالم، أول انخفاض له منذ الأزمة العالمية في عام 2009، ليعود مرة أخرى محققا نموا غير متوقع في نهاية عام 2020. سجلت اليابان نموا بنسبة 12.7% في الفترة من أكتوبر وديسمبر، لتتجاوز نمو الولايات المتحدة بنسبة 4% ومنطقة اليورو بنسبة 2.8%. تسبب انتعاش الطلب الخارجي في تعزيز الصادرات والإنفاق الرأسمالي، وتعد تلك المرة الثانية التي تحقق فيها اليابان نموا على أساس سنوي قبل نهاية العام. شهد الربع الثالث من عام 2020 نموا بنسبة 22.7% مدفوعا بطلب ضخم بعد رفع الطوارئ مؤقتا. توقع محللون أنه في حال حققت اليابان 40 متتاليين من النمو القوي ستعوض 90% من خسائرها بسبب كوفيد-19، ولكن أصبح ذلك تحديا صعبا في ظل حالة الطوارئ الجديدة المفروض على البلاد من يناير، وتراجع اليابان في تقديم لقاحات مضادة لكوفيد-19، ما دفع خبراء اقتصاديين لتوقع تراجع للناتج الداخلي في الربع الأول من 2021. تحارب الحكومة تأثيرات كوفيد-19 بحزمة تحفيزية بقيمة 3 تريليونات دولار أقرتها من بداية الأزمة، ولكن اليابان لا تزال تواجه تحديا آخر وهو أولمبياد طوكيو. على الرغم من عدم سيطرة اليابان بشكل تام على انتشار وباء كوفيد-19، أصر المنظمون على إقامة أولمبياد طوكيو صيف 2021 بعد عام من موعد انطلاقه الأصلي، بعدما تقرر تأجيلها في مارس من عام 2020. تبددت الآمال في حصول اقتصاد اليابان على الدفعة المتوقعة من الأولمبياد في ظل إجراءات ربما تدفع لعدم السماح للمتفرجين بالحضور وعزل الرياضيين. لن تكون هناك فرص كبيرة للإنفاق، وستكون النتائج مشابهة لعدم إقامة الأولمبياد، وذلك وفقا لخبراء في تقييم المخاطر.